فعلا لها دور في الجريمة ولا مجني عليها. طبعا ما اقدرش نضغط على حد، احلام قالت لا انا عندي اسرتي وعندي اهلي، ما اقدرش اصور ولا اطلع بوشي في التلفزيون، حاولنا نقنعها تبتعالي بظهرك، قالت لا زي ما متعودين. احنا ما بنضغطش على حد ابدا في التصوير، ولا نملك ان احنا نضغط على حد بالتصوير، احنا كل العمليه بتبقى بالرضا. انا بامانه ودي شهاده قدام ربنا، الست اللي قاعده دي انت شايفها ولا لا؟ بص لها. لو شايفها احلام عارفها يا باشا. لا بص لها، بص لها. انا شايفها عارف والله. هي ولا مش هي؟ هي. ما هي مالها سماحها؟ كانت معانا في الواقع، هي واحمد امبابس يا سياده. خدت كم منك؟ 50,000. كان دورها ايه بالظبط؟ كانت معانا في الواقع، قعدت انا اغمى عليا واصوت الم الناس كده. قالت لك انا هعمل الفيلم ده هاف، لو لقيتهم انتوا هتتمسكوا اسنانه بتاخدوا السطو على الفلوس، هعمل نفسي مغمى عليا وارمي نفسي على الناس والناس يتلموا عليا يا ست بقى وتعمل الفيلم ده كله وعشان الناس يتلموا انت تهرب. تمام. واكون ظالمه؟ لا والله انا قلت اللي حصل بالظبط. ماشي سيادتك عارفها والله، وقلت اللي حصل بالظبط في المباحث وفي النيابه وكل حاجه. كانت متجوزاك ولا لا؟ ايوه كانت متجوزاني. عارف سيادتك اسمها انت قلت لي؟ احلام. احلام ايه؟ والله ما اعرف، اصل انا ما بعرفش اتجوز واحده مش عارف اسمها كده. ما انا ما بعرفش على ورقتي بس انا والله ما بعرفش اقرا وتكتب. اه طب فين ورقه الجواز؟ كانت معاها. انا في راجل بيتجوز واحده ويسيب ورقه الجواز معاها؟ ما سيادتك انا ما عنديش اصلا حته اقعد فيها ولا عندي مكان ولا عندي اي حاجه. كانت معاها. انت كنت مؤجر عندها لان هي عندها شركه للحاجه زي كده، كنت مؤجر عندها فيلا ب 7000 جنيه في الشهر. لا كده. ما حصلش سبحانه في اللي حصل. المباحث ما انشاء مفروشه وكاتب عقدها وموجود عند الناس وكان في سمسار انا بروح اجر منه شقه. ده اللي حصل بالظبط. يعني انت ما تعرفش الست دي غير من خلال اللي اتعرفت عليها عند احمد امبابي واتجوزتها، واول ما عرفت الموضوع ده وانت رايحين تسرق الفلوس قالت لك ايه؟ قالت لي اروح معاك وانا سيطر انا واعمل كل حاجه وكده. واكون ظالم؟ لا والله قسما بالله انا حكيت اللي حصل بالظبط ما يرضي الله عشان خاطر ربنا بس. يعني لا بقول لها عشان ربنا ينجيه بس. ربنا مش عايز اقول لها حاجه تانية؟ لا بس انا بتكلم. انت مش فرصه سيادتك ماشي بس انا مش عارف مش عايز اقول لها اي حاجه اصلا. دي مش عايز تقول لها ليه؟ لا اله الا الله اللي حصل. ترد عليك انت؟ لا اله الا الله. هي حره بس انا قلت اللي حصل بالظبط. بس انا مش عايزين نظلمها ليه؟ اولا مفيش ورقه زواج، ثانيا انت نفسك مش عارف اسمها بالكامل، ثالثا انت فعلا ما عندكش فلوس انك تاجر فيلا ب 7000 جنيه في الشهر ولا وظيفه تخليك في معنى يعني برضه ممكن تكون ظالمها. بس الفكره هي جت من مصر لغاب ليه بنا مصر؟ هي جت قبل كده كتير يعني بسبب في الاثار والنصب وكده. في الاثار والنصب؟ اه. يعني قالت لك ان عندها سواق قبل كده؟ ايوه عندها سواق. ايوه وهي كانت عارفه ان في جريمه هتحصل ما بلغتش ليه عنها مثلا. وفي ناس شافتها معايا وفي شهود معايا ان هي كانت موجوده معايا. سيادتك اتفضل. سياده المقدم اتفضل معايا. سيادتك هي فعلا ليها سواق يا فندم ولا دي اول سابقه ليها؟ القاهره ودي اول مره تضبط بالنسبه لنا احنا. اول مره تضبط. اه عندنا. لكن معروف عنها هذا النشاط وكان دورها بالظبط يا فندم. بس توضح لي دور احلام اللي قاعده دي ايه؟ دور احلام ان هي كانت متواجده على مسرح الجريمه علشان تراقب بالنسبه لهم لو حصل اي تعدي من الاهالي عليهم او محاوله ضبطهم تفتعل الموقف ان مغمى عليها ان مغمى عليها ودي سيت والناس لام عليها ويتمكنوا من الهرب. طبعا انت بعيده دلوقتي عن التصوير يا احلام، عايزه تقولي حاجه براحتك. في مين؟ في شعبان. بتعرف شعبان منين؟ بتعرف اسمه منين؟ ما هو كان بيجي يستاجر عندي في مصر. اه. وبعدين في واحد يكون واخد واحده ما اعرفش اسمها ايه، في واحد واخد واحده ما اعرفش معاها الورقه فين، في واحد واحده ست هتروح مكان ومعروف انه ممكن ينضرب نار وممكن تخرب الدنيا تروح معاه وترجع، ازاي عرض نفس الخطر عشان ايه؟ عشان حته صعلوك زي ده؟ ده كان بيجي مستاجر. اللي خلاه عمل كده لازم الناس تسال في سر اللي خلاه اتهمك، سر اللي هو اللي انا خلاه اتهم ان انا السر اللي هو انا كان مأجر عندي فيلا ب 7000 جنيه. الجيران جوه اتصلوا بيا بالتليفون، الناس اللي انت مستاجره بيهم مأجرين عندك خربين الدنيا، تعالي شوفي لك حل. خدت بقى كان بيتخانق هو والناس رافعين على بعض السكاكين هو والمجموعه اللي معاه. انت جيت ليه بني مزار؟ انا عشان ما جيتش، ده هم اللي جم خدوني. مباحث بني مزار هي اللي نزلت خدتني من مصر ونزلت خدتني. كانوا بيتفقوا معايا ان انا هم عايزين فيلا، رئيس المباحث هنا ده مفهمه عشان يعرف يوصل لي لازم يتكلم في موضوع ان هو يكون عايز يأجر حاجه. رئيس المباحث اللي جه شغل الشرطه عشان تقدر يقبض على اي متهم عشان يعرف ازاي يجيني، ما عشان لو انا ما عنديش مكتب. ارد عليكي سؤال سؤال. انا ما عنديش مكتب عقارات ولا يجيد القراءه والكتاب. اه ثانيا سنه صغير يشجع اي ست في هذا السن انها تتجوز. مين ده انا عندي ولادي بالدنيا واهلي بالدنيا ولا ارضى ولا اتخن من رجاله الدنيا وعمرهم ما يكفوني عن ضفر من ضفر ولادي. انا عندي بنت في الاكاديميه وعندي ولادي زي الفل وناسي زي الفل. مين ده اللي انا هقلل من امتى؟ هروح معاه عشان اتفق معاه؟ تعرف احمد امبابي منين؟ ما ده مراته كانت بتشتغل خدامه عندنا في البيوت، كانت بتيجي تخدمنا والشقق اللي كنت باجرها والفلل كانت هي بتطلع تنظف الشقق. ماشي هي بتطلع تنظف الشقق، انت علاقتك ايه باحمد امبابي؟ ما ده مراته، ما دي زوجته المحمده دي اللي بتيجي تنظف. كل زوجه بتشغلها عندك بتعرف رجالتهم؟ لا ما مش كده، هو واحد دلوقتي بيجي يوصل مراته. اه عارفونا ليه بقى؟
لا انا ما عادش معاه ولا اعرف قعدت معاه ولا لا قعدت مع سيادتك في الشقه وفي ناس شافتنا وداخلين طالعين عند احمد امبابي في الشقه في انت عند احمد امبابي في الشقه ايوه يا فندم انا ساكنه عند واحد شغال عندي ازاي المنطق يا باشا بالمنطق كده انت طالع دلوقتي تعمل عمليه خليها بالمنطق كده ماشي ورايح تعمل عمليه زي كده صوت ومسلح وفيها نور في امراه في الدنيا مهما كانت ان هي ممكن تعمل وتضحي بنفسها مش في هيبقى في مشادات بينهم وبين بعض من الناس انا اعرض نفسي لضرب النار هلبخها لا لا عايز اقول لك حاجه انت قاهريه على عيني وراسي بس انت ما تجيش تبيع الميه في الشارع عندنا ليه لان انت مجرد ما نلاقي ست لابسه زي كهانم كده وتيجي راميه نفسها في الشارع ونسيت لما انا عمري ما اضحي بنفسي عشان اي حاجه انا ست مبسوطه لا جوزي مين ولا اعرف ولا اي صفه بيه ولا 20 واحد زيه ان هو حتى يبقى تخدم تحت رجلي يعني في واحد ممكن يقول على واحده انها مراته من غير ما اكون مراته ما عشان كان دايما بياخد على دماغه وكان دايما بيقل ادبه في المكتب وكان دايما بيتلبس بالالفاظ مش كويسه وكان بياخد على دماغه في المكتب عندي اقسم بالله العظيم نفس الكلام ده مطرود من عندي بدل مره 20 مره ومضروب بالجزمه بدل مره 20000 مره اقسم بالله انا عايزك بس تقول لي بقى انت متجوز صح ايوه اثبت لي بقى هتقول لي اثبت لك ازاي رحت عندها الشقه دي قاعده فيها ايوه في المرج شوف لي شقتها في المرج سيادتك هي شقه في المرج كمان في شقه في المرج اوضه وصالة وحمام ومطبخ ما اي شقه اي شقه فيها اللي انت بتقول عليه الفرش لونه ايه اي نوع في المرج الفرش وعارفه ان ده هيتذاع لو اثبت يا جماعه اللي يشوفوني وشايفيني ومشاهديني وسامعين التسجيل وعرفوا ان انا عندي شقه في المرج يبقى الراجل ده كلامه كله صح عليا يبقى كل اللي قاله شعبان المتهم الحقير ده يبقى صح عليا وانا فعلا استاهل كل اللي اجراني واهلي يضربوني بالنار واستاهل ان هم يعاقبوني بمطلع غلطت ست يعني ست غلطت المباحث بتاع المزار ناس كويسه وانا مسامي جدا عندهم الحمد لله ما فيش اي مشاكل عملتها في النقطه ما طلعناش في النقطه سيادتك بقى بتقول لك ما عندهاش شقه في المرج اصلا لا 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 ما انا ما اعرفش اصل انا مش ولا ورني العقد انا ما عنديش اي حاجه مش عارف الاسم ومش عارف السكن ومش عارف العقد ومش عارف اي حاجه كل حاجه مش عارف اسمعني اختارك انت ما عشان انا اديته على دماغه ومكان ماجر 7000 جنيه ياخد يرجعوا له ثاني بتوع ايجار الفيلا وكل النيابه وهو بيحقق معاه وقف عند النقطه دي ولا في النيابه قال له الله يا شعبان هو انت كنت بتنزل مصر قال له يا باشا قال له طب واجرت الفيلا ب 7000 جنيه قال له يا باشا ما كناش احنا ناجر مال مين ياجر يا باشا الفلوس كتير يا باشا الحمد لله عشان لما جه وحصل مشكله في المكان اللي انا اجرته له في الهرم هناك رحت قلت له يلا اطلع بره انت واللي معاك قال لي اديني ال 7000 قلت له ما فيش 7000 ايجار الفيلا راحت لاصحابها وانا المكتب خد عمولته مالكش فلوس قال لي مش هسيبك قلت له اخبط راسك في الحيط مع احترامي لكل اللي قاعدين كان بيشد بالرجل كده من على السلم عشان ينزل ونطرده من المكان اقسم بالله هذا الكلام اقسم بالله العظيم ده جبان وندل وافاق وبيتهم وبيدعي عليا حاجات مش صحيحه اقسم بالله العظيم انسان ده لا عنده لا مبدا ولا دين وحسبي الله ونعم الوكيل اقسم بالله العظيم ما عنده دين ولا ضمير اثبت لها بقى انت بتضحك انا مش عارف صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل اناء ينبع ما فيه انا مساء ما قدام حضرتك غلط لا ما غلطتش بالعكس طلب زوس لا لا ده انت بتتكلم بكل سلاسه وما تعبتنيش حد عشان صريح هي بقى بتجيب اللي جواها ده اللي جواها سيادتك ان هي بتقعد تشتم وتقعد عماله تغلط وانا لذلك ما غلطتش فيها ولا كنت فيها ما غلطتش في النيابه خلت تديني 50000 جنيه للمحامين والعساكر والمخبرين وانا اتنازل لها موجودين ومسجلين لك هو اللي قال بعت مع الناس قال خلت تديني 50000 جنيه وانا اتنازل ال 7000 جنيه هدفعهم لها 50000 اقسم بالله وعزه الله وجلالته اقسم بالله العظيم وامناء الشرطه موجودين على شهاده والنيابه على شهاده في قلب النيابه قلت للمحامين سجلوا انا ابتديت اتعاطف معاك كده بس انا عايزك انت خلاص مخبيها وش خايفه ليه اتفضلت معلش طيب انا بس النقطه في حاجه اتفضل انت بتتكلمي زي الحق بس وهو دختي بكلامه الراجل اول ما قعد معايا لا انا طبطبت عليه ولا قلت له انت حبيبي ولا اي حاجه الراجل اتكلم لوحده يا باشا انا عرفت حاجه في النيابه في واحد متهمه معاه عشان هو كان ماشي مع اخته عيل صغير قد كده فانا بقول اشمعنى هو احنا عادي جدا ما انت ماشي مع واحد مضر ولادك مش هدي المشكله خلينا بس اتكلم يا باشا ماشي يا ايه يا باشا ما تقولش الكلمه دي يا باشا انت متجوزاه ولا متجوزاه ولا ليه اي صفه بيه ولا ليه علاقه بيه اذا كان بقول لك اسمها ايه مش عارف سنها ايه مش عارف الورقه فين مش عارف السكن فين مش عارف فين وفين 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 وبعدين هو قايل في ورقه 86 انا اخواتي صوروا القضيه واروح كلها بره دي كانت متواجده معاك لا ما كانتش متواجده معايا على مسرح الجريمه امال ايه اللي كان موجود ده انا كنت متفق معاها في مصر لو حصل حاجه زي كده تيجي انا اتصل بيها تيجي يا سلام انا منطق واني كلام ده هو بيكلم ناس عبط والناس بريال او ناس هبل انا مش على مسرح الجريمه ولا موجوده ده انا كنت متفق معاها يعني ان هي مبينه تحريات سياده المقدمه مات حمدي ما اتفضل على عيني وراسي اللي هو قالها دلوقتي سمعتيه وقال دورك ولا لا لا على عيني وراسي ما هو قال اللي كان بناء على الكلام ده اللي هو بيتبلى عليا ورمى البني عليا والباشا لا اعرفه ولا يعرفه ولا جه اجر عندي ولا اعرفه ولا شفته قبل كده عشان يتبلى عليا المقدمه مات حمدي اتفضل يا باشا بعد اذنك اتفضل
هي بتقول دلوقتي ان ستك واخد الكلام ده من شعبان وان الكلام ده مش سليم وان هي بريئه من الموضوع ده، براءه الذئب من دم النعمه. هو بناء على اعترافات المتهمين الباقيين بالنسبه لها. كمان المتهمين الباقيين سيادته عماد بيه قال لي يا شعبان الست دي ليها دور معاك، قلت له حصل بالظبط زي ما قلت لك عماد بيه، وفي ناس في مراجعه شهاده معايا ماليش دعوه باحمد امبابه، عشان احمد امبابه عايز يعمل كده عشان هم بيتكلموا مع بعض في المحكمه، ده احنا هنطلع لو عملنا كده احنا فركش القضيه. فحكايه اللي ورا الشرطه والكلام ده هي بتقول لي ايه المحامي بتاعها، بيقول هنديك ومش هنديك وعادي، بنضحك عادي. يديك على ايه؟ يديك في سنانك، يديك على ايه؟ انت شتكون انت عشان يديك، يديك ايه؟ يديك انت حرامي ونصاب وفقفاق وتدم من بلبل. مش لجوزك كده عيب؟ جوزي مين؟ جوزي ولا اعرفه. مين ده؟ انا جوزي مين؟ متجوزها ولا لا؟ متجوزه. ايوه عرفي. لا لا الا الله. احلام احلام ايه؟ والله مش عرفك. مش عرفك جواز عرفي يعني ايه؟ ورتك ازاي يا باشا؟ ازاي يا باشا؟ ازاي يا باشا؟ يجيد القراءه والكتاب. مين ده؟ ما جتش جاء ولا مالي يجيد ولا ما جتش؟ يعني انت لو جبت اسمك حتى قدامه مش عارف يقرا. مين قال لك كده يا باشا؟ مش بعرف يقرا ويكتب. ازاي يعني مش بعرف يقرا ويكتب؟ كل واحد بيتجوز ما ياما الناس كلها مش متعلمين وبيتجوزوا وعارفين اسماء. استمرت الجوازه قد ايه؟ حوالي شهر. يعني باشا وكل الناس قال له يا شعبان يعني ما جاتش ساعه تجلي، انت قاعد انت واللي اسمها احلام متجوزه ساعه تجلي، هو نسيب اسمه ايه؟ هو ابوك اسمه ايه؟ ما جاتش ساعه تجلي ازاي بتتهم واحده وبترمي كل النيابه؟ لا اعرفه ولا يعرفني، لا لي علاقه بيه ولا هو له علاقه بيه. اول مره يشوف متهمين قدام منه. قال له انت جاي بتقول على واحده ان هي كانت وكانت وكانت، طب اسمها احلام ايه وقول لي عشان اصدقك. قال له ما اعرفش. قال له طب انت في واحد يعني ما جاتش في ساعه التجلي قاعده جنبي منك وقلت لك؟ قلت له اسمها ساعه التجلي دي اللي جت لما جاتش مش شرط يعني، ده حسب ظروفك. هو بقى هو ادرى بقى بالعمال اللي هو عامله.